السلام عليكم فاميليا الطنجاوي، تحياتي لكم. كنتمنى من الله تكونوا مزيانين ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك شي كومونتير زوين، سبارطاجيو هذا الفلوك. هذا غير بلوك الاخوان، ما موضوع ما والو. جبتوني كتباصا هنايا في هذه البلاصه، هذه واعره الجهه ديال كاردو ميدي، تدخل داخل الاخوان. المهم بلاصه كبيره هنايا كما كتعرفوا، انا واحد البارك زوين. هذا البارك هذا ديجا جيت له، هذه تقريبا الاخوان الطلعه الاولى اللي كانت عندي في بروكسل. جيت لهذا البارك هذا وباقي كما كان سبحان الله العظيم. دابا هذه تقريبا عامين الطلعه الاولى اللي كانت عندي في بروكسل، دابا عامين دابا. المهم خليكم معايا، غادي ندخلوا للباركي وغنديكم معايا. شوف يعني الاخوان، هذا الباركي هذا هو اللي دخلت له مع الدخله. كاين الدخله ديال المترو كما كتشوفوا، والباركي كيكونوا فيه العائلات والناس هنايا بولادهم. هانتوما باركي كبير زوين صراحه. اسمحوا لي اخوتي ما جبتش الحديده ديال التصوير كما كتشوفوا. المهم باركي هو هذا، خليكم نزيدو نكتشفوا شنو باقي داخل. المهم باركي كبير، هذا الباركي هذا المهم دخلت غير باسيو، كيهتموا به بزاف كما كتشوفوا. صراحه كيهتموا، صراحه كيهتموا بزاف الطبيعه هنايا، كاين بزاف د البلايص ماشي بحال كما كتعرفوا. هانتوما هاد القرع هذا داير لينا. هانتوما الاخوان، كيعجبني هاد الباركي هذا، راه تقريبا عامين ما وصلتنا هاد الباركي هذا. اليوم قلت غنجي نضرب واحد الدوره هنايا، ندير واحد البلوك. كاين مترو تحت الباركي الاخوان، مترو تحت الباركي كما صورت لكم في الاول. المهم ما نطول لكم شي في اللقطه وحده بزاف، يلا خليكم معايا وحنا راجعين. المهم الاخوان كما شفتوا، المهم دواتكم معايا شويه، الجو زوين اليوم. نهضروا في شي موضوع مهم، كاينين بزاف ديال الناس الصراحه الاخوان، وواحد الدري عاوتاني منهم. قبيله تلاقيت مع واحد الدري مسكين، قال لي انا مجوج في اسبانيا وهذا المشكل كيطيحوا فيه بزاف ديال الدراري، وبغيت نهضر عليه اليوم. كما كتشوفوا هذا الورد كندي هنا اي واحد عزيز عليه الطنجاوي. المهم واحد الدري تلاقيت مع الاخوان قبيلتي في الحومه في كنسكون، دري مغربي واصله ريفي. المهم الاصل ديالو ريفي وعاش هو في تطوان، قال لي مجوج في اسبانيا والدري باقي صغير ماشي شي واحد، ولكن مكارفس مسكين بزاف، مضروب في وجهه بزاف الحوايج، هو تكارفس على راسه. وهذا الشيء هذا بزاف الدراري كنصحهم، كنقول لهم اللي تجيو لهاد الغربه، هاد الارض هذه ارض بحال العافيه، اوروبا بحال العافيه، ولا ما عرفتيش تعوم فيها غتاكلك. المهم هذا الاخ هذا الاخوان تلاقيت معاه انا قبيلتي، كنت خارج هيدا جا بوبري ذاك يهضر معايا، كنت كندير واحد الفيديو ديال التيك توك، ذاك يهضر معايا. هاد الدري الاخوان والله العظيم هو قال لي دير فيديو، انا ما بغيتش نصور له فيديو، قال لي اخويا صور فيديو ماشي مشكل. حيت اصلا الاخوان هاد الدري اللي عاود لي القصه ديالو وقع فيها الحال بزاف، وهاد الدري هذا بحال نقول لك دابا تربى هو ربى راسو براسو. الاخوان الدري كان في اسبانيا تزوج ودار الاوراق ديال 5 سنين، وكما كيقول هو عنده وليدات في اسبانيا، وهاد الدري يلاه عنده 26 سنه. تكارفس بزاف الاخوان وتكارفس على راسو، تبع الطريق الخاويه. هاد الدري هذا تبع الدراري ديال برشلونه، كان عايش في برشلونه وتزوج بوليداته، وهكذا تابع الدراري ديال برشلونه كيدخلوا على الديور، على الديور ديال اوكوبا، وكاين بعض الديور هذا خاصه كيطرطق الديور اوكوبا، كيشدهم وكيعيط للدراري كيبيعها لهم. مثلا كيقول له اعطيني 3000 يورو دخل تسكن في دار اوكوبا لا درهم لا جوج. هاد الشيء راه واقع في برشلونه الاخوان حاليا. المهم الدري اليوم غدا ولا كيطغاو هو والدراري اللي معاه، ولاو كيزعموا كيقولوا له الدراري اللي معاه يلاه ندخلوا للديور العاديين ديال الناس اللي ما كاينينش ساكنين فيهم. كيمشيو لبعض الديور اللي ما كيعرفوهم بان ما فيهمش مواليهم، كيهرسوا لهم الباب، كيدخلوا كيعملوا الشغل ديالهم، كيسرقوا الحوايج، كيديروا بزاف ديال الحوايج. كما كتعرفوا في اسبانيا كاينين بزاف ديال الديور مجدودين، اللي هما كيجبر العائله ديالهم اللي ساكن في انجليز، اللي ساكن في امريكا، اللي ساكن في اسبانيا في فرنسا ولا بروكسيل ولا هولندا. كاينين بزاف ديال العائلات اللي ماتوا عاود، هادو عائلات اللي ماتوا وليداتهم خلاو لهم ديك الورثه تما، يشدوهم هما وليداتهم جبرهم عايشين في شي دوله اخرى، ما مسوقينش هذيك الديور. بحال هذوك ما كيقالوش مشكل فيهم بزاف، ولكن المشكل اللي خايب هو بداو كيزعموا على الديور ديال الناس ساكنين والناس اللي ما ساكنينش، ولاو كيسرقوا الديور، كيسرقوا الحوايج وكيبيعوهم في الاسواق في الجرتيه. كما كتعرفوا انا في اوروبا راه كاينه الجرتيه، وكاين، وقال لي على حسب الكلام ديالو قال لي المشكل ديالو باش تشد هو الكاميرا، دخلوا على شي فيلا ولا ما عرف لما دخلوا في وسط برشلونه، قال لك ديك الديور اللي كيكونوا فيهم الناس زعما اللي كيكونوا فيهم الناس اللي مشهورين وديك الشيء، والناس اللي لاباس عليهم زعما على ديك العقليه ديال الناس اللي لاباس عليهم.
زعما هذيك الممثلين ديالهم، واحد ممثل قال لك دخلوا على شي دار ديال شي ممثل وديك الدار كامله الارما، كامله الارما، كامله كاميرات، مهم الدار مبلوكيه بجميع الجهات ومحروسه من جميع الجهات ومن جميع القنوت. دخل الاخوان هو والدراري اللي معاه، والدراري اللي معاه من التسمين هو ما دارش اللي تم. علاش ما تمشي؟ حيت هو كان مقرقب. دخل الدري عنده الوراق ديال 5 سنين، دخل الاخوان سرقوا كلشي، كلشي هرب، وتشدت عليه الباب تما، شدوه عطاوه الحبس وحيدوا له الوراق، وكانوا باغيين يردوه للمغرب وعطاوه سبورسيو باش يرجع للمغرب، ولكن ما رجعش للمغرب. ودابا الدري هذا سمح في اسبانيا وجانا هنايا، مشى في الاول، مشى في الاول هولندا، ما خلى فيه مشى هولندا، المانيا، ايطاليا، ما خلى فيه مشى، مشى ما خلى فيه مشى تكارفس. ما نكذبش عليكم الاخوان، واللي عصبني كثر هو الدري هذا كان عنده وريقات ديالو، وندم كيدار معايا والدموع في عينه الاخوان، وبقى فيا الحال وبقى فيا بزاف، وندم مسكين بزاف. والله يحسن عاون العقل الصد الصغر، كما كتعرفوا هادشي راه وقع له هو هذه 4 سنين ولا 5 سنين، كان باقي 22 عام ولا 23 عام. الدري باقي صغير، ماشي شي واحد زعما كبير في السن ديالو، الدري باقي صغير الاخوان، جوز عمو جوز، الدري باقي صغير. لا اله الا الله. وهذيك الشيء علاش كنصحوا الدراري اللي عايشين هنا في الغربه، اي واحد باغي يدير شي حاجه يدير ديك الشيء على قد الاستطاعه ديالو، يبعد على المخالطه، يبعد على الدراري. كما كتعرفوا في هذه الغربه اكثريا الدراري اللي خالقين هنايا راه ما عمرهم ما كيديروا شي مستقبل، وما عمرهم ما كيفكروا، وما عمرهم ما كيديروا شي حاجه اللي تنفعهم. نصيحه مني، اي واحد خلق في اوروبا عنده عقليه خنزه، اي واحد عنده العقليه ديالو خنزه، ماشي حيت كنقول لك هو ماشي مزيان، لا، عنده العقليه ديالو ناقصه بزاف، كما كيقول واحد المثل، عنده واحد العقليه طايحه طايحه.